تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من سلسله اكبر خسائر الفرق الكبرى اللي بتجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيرفيسبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها. مثل ما عودتنا السلسله هاي، مهما كان اسمك كبير، مهما كان تاريخك مميز، ولو كنت شيطان احمر، حيجيك يوم صعب في حياتك. مانشستر يونايتد، فريق الامجاد والايام العظيمه، مرت عليه 3 ايام تحديدا لو يرجع للخلف بحاول يمحيها من التاريخ. 3 أيام خسر فيهم بنتيجة 7-0 كأكبر خسارة له في كافة البطولات، أمام بلاكبرن في الدرجة الأولى في عام 1926، أمام أستون فيلا عام 1930، وولفرهامبتون 1931 بنفس النتيجة، والخسارتين هدول تعون ويلفر وأستون كانوا في الدرجة الثانية. أما في عصر البريمير ليج فهو خسر مرتين نتيجة قياسية 6-1 مع مانشستر سيتي في موسم 2011-2012، وأمام مورينيو مع توتنهام في موسم 2020-21. أوروبيا فخسارة عام 1964 أمام سبورتينج لشبونة بخمس أهداف مقابل لا شيء في بطولة أوروبا لأبطال الكأس هي الأكبر، رغم أنه وقتها كان فايز 4-1 والمباراة كانت في دور الثمانية. رغم ذلك سقط خماسية رهيبة في الإياب. وفي عصر دوري أبطال أوروبا أكبر خسارة تعرض لها مان يونايتد كانت أمام برشلونة بقيادة المدرب يوهان كرويف، ونتيجة 4-0 عام 1994. هذه جولة سريعة خدنا فيها أكبر خسائر الشياطين الحمر في مسيرتهم، واللي أكيد كل نادي عنده تاريخ منها وتاريخ طويل في هذه السلسلة اللي حكيناها. فالعبرة دائما مش إنك تسقط، بل إنك تقف بعد ما تسقط. ومان يونايتد فريق نهض من سقوط طائرة بكل لاعبي تقريبا، فما بالنا في سقوط مباراة.